هنجيبك على الاخبار يا حمودي. اللي ما بيعرف هلا حنساعده، بس في منكم اوريدي بيعرف كيف. اوكي وطي ركبك، تقلك لقدام، بتطلع وين رايحين. Just Childhood جمعية تأسست بال 2015 بمخيم شتيلة، اشتغلنا بال Early Childhood Education. نحن بنشتغل مع كافة الفئات وخصوصي مع الريفيوجيز. عنا أطفال من جميع الجنسيات، فلسطيني، لبناني، سوري، وحتى عنا أطفال مثلا من السودان. بنشتغل مع فئات المهمشة. حاليا نحن عم نشارك بالبروجكت تبع السكيت بوردينج. نحن تواصلنا مع جمعية Make Life Skate Life وقالوا لنا إنه بدهم يعملوا بارك كمان سكيتينج ب حش سنوبر. اهلا، انا اسمي محمود حمود وانا من المخيم، عمري 9 سنين، وانا سجلت بهذا السكيت بورد عشان ما اضل بس لحالي بالبيت واقدر انه اتسلى شوي. وين مخيم محمود جاي؟ انا من مخيم البرج. خلينا نوقف شوي كرمال نظرة العالم انه المخيم مثل جاتو صغير. هو ما انه جاتو صغير، هو طائر محل ما بعرف كل الخبرية كيف صار وكالأخبار، وعايشين في عالم كتير لذيذ وكتير رواق، وفين يجي يعملوا سكيت بول. أنا عايش بخيم برج، فين يجي يعملوا سكيت بول، تعرف على عالم جديد، اختلطوا مع عالم جديد بغير تراديشنز وغير هابت. كل واحد بالنهاية كيف هو بفكر وهو كيف عناده، بس إنه فين يلتقوا بمحل. هلا هون عم يلتقوا بسكيت بول، فيمكن لقدام يصير تعرفوا على بعض أكثر، يصيروا يعملوا نشاطات أكثر، يعملوا موفز مع بعض، يساعدوا بعض. هون بيكون عم خلقوا نوع من الفرنشيب. فهو المشكلة إذا كمان تقوا مخيمات مع بعض وصاروا في فرنشيب، وبالنهاية عم يتعلموا سبورت، السبورت هي بتكسر حواجز. هذا شيء كثير حلو. فكرة هذا البروجكت كانت إنه تقوي البوندز بين الأهل والأولاد، كان ضروري جدا إنه يكون اللوكيشن قريب على المخيم ليقدروا يجوا الأولاد والأهل مشي. فكانوا عم يتمشوا مع أولادهم، عم بيجيبوا أولادهم، عم يمثلوا أولادهم. اليوم أنت يعني أنت تهتم بالأولاد أول ما يوصلوا وتلبسهم وهيك، أي سبيرت عم يجوا؟ كتير مبسوطين، كتير حماسين، حتى بيجوا قبل الوقت. نحن بتعطيهم تقريبا نص ساعة قبل ما يبلش النشاط ليكونوا عم بيجهزوا حالهم. في منهم بيجوا قبل اوكي، نطلع لوين رايحين، تقلك على الاجر اللي قدام، وطي ركبك، يلا روح. زيك الاولاد اسهل انه يلقطوا الشغلة، يعني ما عندهم هيدي حس انه بخافوا او شيء، انه اذا وقعوا ما بيقدر يكملوا الثلاث ايام الجايين شغل او شيء. خلص وقعوا بقوموا بكملوا، انه او ماكسيمم بيتعور شوي وخلص. الكبار وقعتهم اقوى يعني. الكيدز هن النيو جينيريشن اللي حيطلعوا حيصيروا سكيترز، حيكبروا حيضلوا يلعبوا سكيت اذا كان بدهم، بس يكبروا بتعرف كل بس يكبر بيرجع بيغير رايه اوقات، مش دائما. شو البنفيتس تبعه؟ البنفيتس بتعلمك تكون كتير، بتعلمك teaches you discipline كتير كتير كتير. You as a coach ولا هني كأشخاص؟ لا me as a coach. يعني بتعلمك انه الولد دوات ما بيفهم عليك، بتقعد بتقله عمول هيدي وما بيفهم، بتعيدها شو 3-4-5-10 مرات وبدك تضلك رواق وعم بتدله كيف. مايك لبنان ما في باركس معروفين كتير هلأ، بس هيدا السنوبر سكيت بارك، هيدا the first skate public. الكوميونتي السكيت بوردرز اذا بدك لبنان. اوكي وين بيتعلموا؟ وين كانوا يتعلموا؟ ستريت؟ ستريتس داون تاون. داون تاون اكثر شيء، بس انه وي اولويز يوز تو جيت تيكت اوت، والسكيورتي دشرنا والجيران يدقوا للدرك كل الوقت، بس انه على الطرقات ما كان في سكيت بارك من قبل، فكنا بنعوز كتير بنروح على الستريت هيك بنلاقي محل حلو هيك، اوقات بنلاقي في سكيورتي بيعطينا هيك كيك اوت كتير كبير بنهرب. ما بتلاقي عالم عم يلعبوا فوتبول بنص داون تاون، ليش؟ لانه في ملاعب فوتبول، او حدا عم يلعب باسكت لانه في ملاعب باسكت، او تنس او حيلا سكويت، بس انه ليه عم تلعب سكيت بورد بالطريق؟ لانه ما في سكيت بورد، انه شيء كتير طبيعي نلعب بالطريق، لانه ما في محل تاني. بنروح على سبوت بنلاقي ليدج، بنلاقي هاند ريل او ستيرز او كل هالقصص، بتتعلم عليهم، بتعمل قصص تريكس عليهم. لا ريزن ورا السكيت بورد، هاي اللعبة اللي بيلعبوها الاولاد للشياطين اذا بدك، عرفت؟ ايه ولاد الشوارع. لا 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 ما في الا بارك، ما حتشوف هيك عالم الا بالشوارع. مثلا هلا العالم رح يبلشوا جديد ما حيلعبوا بالشارع، حيلعبوا بالبارك.